والعلم ونرفع النشيد والعلم. تحيا عمان حرة القيم، تحيا عمان موطن العلا، تحيا عمان حرة القيم، تحيا عمان موطن العلا، خفاقة راياتها شمم. عزيزة في قولها نعم، عزيزة في قولها نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عمان في أسبوع. جمعة طيبة مباركة مشاهدينا، حلقتنا لهذا الأسبوع نقدمها لكم من منتجع أليلة بالجبل الأخضر. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين من خلال نسائم الهواء العليلة والإطلالة الساحرة والشعور بالاسترخاء والسكينة في هذه الوجهة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بالنسبة لمجموعة أليلة. نبدأ الحلقة بالملف الرئيسي وفيه نتابع: بتكليف من جلالة السلطان المعظم، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يشارك في مراسم تنصيب فخامة عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. ويكبر النشيد ربنا فضلنا السلطان فينا، ويكبر النشيد ربنا فضلنا السلطان فينا، احفظ لنا قابوس سيدا عزا أبيا شامخ الهمم، عزا أبيا شامخ الهمم. لله درك يا وفي المكارم، لله در فعالة در إنان، امضي بهذا همها سن عارم، أحلى السلام كل ميلاد فنان. لله درك يا وفي المكارم، لله در فعالة در إنان، امضي بهذا همها سن عارم، أحلى السلام كل ميلاد فنان. أحلى بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان في مراسم تنصيب فخامة عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية لأربع سنوات قادمة. ورافق سموه خلال الزيارة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وسعادة السفير الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
هذا واستقبل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بقصر الاتحادية بمصر الجديدة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد ممثل جلالة السلطان والوفد المرافق لسموه. وخلال المقابلة نقل سمو السيد أسعد بن طارق السعيد تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامته بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية، وتمنيات جلالة السلطان المعظم له بالتوفيق والسداد لقيادة مصر وللشعب المصري المزيد من التقدم والرقي. من جانبه حمل فخامة الرئيس المصري صاحب السمو نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم شاكرا ومقدرا لجلالته مبادرته ومشاعره الطيبة، متمنيا لمستقبل العلاقات بين السلطنة ومصر المزيد من التطور والنماء. تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ودعمه بما يخدم مصالح الشعبين العماني والمصري، إضافة إلى استعراض الأوضاع على الساحتين العربية والدولية. حضر المقابلة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد ممثل جلالة السلطان وعدد من كبار المسؤولين المصريين. ملفنا الاقتصادي هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة، منها تطوير خدمات الإنترنت فائق السرعة وبجودة عالية في حوار التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ووزارة النقل والاتصالات وقع اتفاقيات أعمال المسح الفني للسفن التي ترفع علم السلطنة، وهناك موضوعات أخرى فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن تطوير خدمات الإنترنت فائق السرعة وبجودة عالية أحد أهداف استراتيجية وزارة النقل والاتصالات للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية للاتصالات في السلطنة. جاء ذلك خلال افتتاح حلقة عمل لتشجيع التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشاريع البنية الأساسية للاتصالات.
مع ازدياد الطلب على خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض وبسرعة فائقة، سرعت العديد من دول العالم من جهودها لتوسيع شبكات النطاق العريض باعتبارها عنصرا حاسما لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه السلطنة لتتواكب مع استراتيجياتها لتوفير بنية أساسية للاتصالات جنبا إلى جنب مع خدمات البنى الأساسية الأخرى. هناك يعني تحدي نوعا ما بسبب الطبيعة الجغرافية لعمان والوصول إلى كل مكان وإلى القرى البعيدة، وهناك أيضا ضغط شديد على استخدام نوع واحد وهو اللي هو الهاتف المتنقل في استخدام الإنترنت، وهذا يعني مع ازدياد المستخدمين وازدياد الطلب هناك دائما تبقى محدودية في الترددات ومحدودية في غيرها. وإذا استمرت يعني عمان في التركيز فقط على تكنولوجيا الهاتف النقال وعدم توسع في الطرق الأخرى سيبقى هذا الضغط لدينا. وفي هذا الإطار جاءت حلقة عمل التكامل والشراكة في مشاريع البنية الأساسية للاتصالات وشبكات الألياف البصرية، والتي خصصت جلساتها لمناقشة تجارب الدول في مجال النطاق العريض والخطط المستقبلية للشركة العمانية للنطاق العريض. مشاريع النطاق العريض بدأت فعلا من عامين عن طريق الشراكة مع شركة حياة للمياه بمد الألياف البصرية في مسقط، وطبعا تم تنفيذ 25% في هذا الجانب. بالنسبة للمشاريع أو المحافظات الخارج مسقط، طبعا من بداية 2015 سنبدأ بتنفيذ مد الألياف البصرية في المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، وأيضا تدعيم شبكات الاتصالات للمشغلين وتغطية المناطق الريفية عن طريق الألياف عن طريق الأقمار الصناعية. وتحظى شبكات النطاق العريض بنفس الأهمية التي تحظى بها شبكات الطرق والكهرباء والمياه، كما أنها تشكل جزءا أساسيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لما تلعبه من دور أساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول. وحافظت السلطنة على ترتيبها بالنسبة لجاهزية الاتصالات وتقنية المعلومات، غير أنها لم تشهد تطورا ملحوظا في توفر خدمات النطاق العريض الثابت خلال السنوات الأخيرة. خدمة النطاق العريض أصبحت خدمة أساسية يحتاجها كل مواطن ومقيم وصاحب أعمال لإنجاز أعماله، ونحن نتمنى أن يكون هذا اللقاء نقلة نوعية للقطاع الاتصالات من خلال إحداث تكامل أكبر بين المؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات والاستفادة المثالية من البنية الأساسية الموجودة، سواء مع شركات الاتصالات العاملة في شركات الاتصال في قطاع الاتصالات أو الشركات الأخرى كشركات البنية الأساسية الأخرى، شركات النفط والغاز وشركات الكهرباء والمياه. في الحقيقة هي مهمة تكاملية ما بين شركات العاملة في مجال الاتصالات وأيضا الشركة الحديثة التي سوف تسند أو تساهم في إسناد بعض المهام للمجتمع. أتوقع أنه راح يكون هناك في مستقبل زاهر في هذا المجال، وأتوقع أيضا أنه التنافسية جميلة جدا في مجال الاتصالات، خاصة وأنه مجال الاتصالات يعد من أكبر الطفرات السباقة في السرعة، وهي أسرع ما توصل إليه العصر بشكل متكامل، من ناحية أنه عالم الاتصالات اليوم أصبح جد سريع، وأصبح المجتمع يحتاج فعلا إلى مقومات تسند هذا القطاع. النطاق العريض له فوائد في زيادة الاقتصاد المعرفي وزيادة الفاعلية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك رفع الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة. في فقرة تعليق لهذا الأسبوع تكتب خديجة الشحية عن أهداف حوار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بخدمات الاتصالات واسعة النطاق في السلطنة. المواقع الخدمية في أي دولة هي وجهة كل مواطن أو مقيم أو مستثمر، ووفرة الخدمات في المواقع السكنية تبعث الراحة على الجميع، وهي دافع قوي لزيادة المشاريع الاستثمارية. وتظل الاتصالات ووجود الشبكات القوية مهمة كغيرها من الخدمات كالكهرباء والماء وباقي الخدمات،
كما تعد من الاشتراطات المهمة لكل بيئة سكنية أو تجارية لسهولة التواصل مع الطرف الآخر وإنجاز الأعمال بسرعة. الخطة الوطنية المدرجة في المشاريع التنموية هي تطوير اتصالات الهاتف المتنقل وتطوير الشبكات في المناطق الريفية وتقوية الاتصالات في المناطق الحضرية عن طريق الألياف البصرية وعن طريق الأقمار الاصطناعية في المناطق البعيدة. النظرة المستقبلية للسلطنة هي التوسع في دائرة الاتصالات والبحث عن بدائل ومكملات للتمكن من الحصول على البث والخطوط بكل أريحية لجميع المستهلكين. كما تركز تلك النظرة على شبكات النطاق العريض والفاعلية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية، فالتكامل بين الحكومة ومؤسساته الاستثمارية والقطاع الخاص والمجتمع يحقق الشراكة الحقيقية ويدعم الخطط التنموية بشكل جيد. حلقة عمل التكامل والشراكة في البنية الأساسية للاتصالات وشبكات الألياف البصرية عرضت الكثير من تجارب بعض الدول في مجال الاتصالات والعراقيل التي صادفتهم في التجربة الإقليمية والدولية لشبكات النطاق العريض، كما ركزت على الجوانب الرئيسية في هذا المجال من أجل الاستفادة منها وتطبيقها على أرض السلطنة ليتمتع الجميع بتلك الخدمة المميزة. أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن دعم أكثر من 500 مشروع يديرها أصحاب أعمال متفرغون بأكثر من 14 مليون ريال عماني يعد حصيلة جيدة منذ بدء عمل صندوق الرفد. وقال معالي خلال افتتاح فرع صندوق الرفد بمحافظة مسقط أن على المؤسسات الصغيرة التوجه لدعم المشاريع المتوسطة لتذهب خارج حدود السلطنة. هذا ومن المقرر أن يتم قبل نهاية هذا العام افتتاح 3 فروع أخرى في كل من صلالة وصحار وصور. وقعت السلطنة بوزارة النقل والاتصالات على 3 اتفاقيات مع هيئات تصنيف سفن دولية، وهي هيئة تصنيف السفن البريطانية وهيئة تصنيف السفن الكورية وهيئة تصنيف السفن الفرنسية. وقع الاتفاقيات معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، والتي يتم بموجبها تفويض هيئات تصنيف السفن نيابة عن وزارة النقل والاتصالات للقيام بأعمال المسح الفني للسفن التي ترفع العلم العماني وإصدار الشهادات الدولية وفق الاشتراطات الدولية. ويأتي التوقيع مع هذه الاتفاقيات بوزارة النقل والاتصالات تنفيذاً لقرار المنظمة البحرية الدولية وتعديلاته، وتنفيذاً لبنود مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها السلطنة. وتشمل اتفاقيات أعمال التفويض إجراء المسح الفني للسفن التي ترفع العلم العماني وأصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الأرواح في البحر وشهادة أمن السفن وشهادة منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة وشهادة منع التصادم وشهادة خطوط الحمولة للسفن. في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الجهود متواصلة للانتهاء من طريق تنعم رملة خيلة وكذلك من منفذ الربع الخالي. جهود تبذل الآن لإنهاء المركز الحدودي وطريق أيضاً الآن نعمل على إنهاء الجانب العماني، لكن بالنسبة إلى دولة إلى المملكة العربية السعودية لا يوجد إلينا حتى الآن تاريخ معين بالضبط متى سيتم انتهاءه. مؤمل يعني بداية العام القادم، لكنه ليس هناك يعني تاريخ مؤكد إلى الآن، ومتى ما تأكدنا بالضبط سيتم الإعلان عنه بإذن الله. أسند مجلس المناقصات مشاريع وأعمال إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بنحو أكثر من 20 مليون ريال عماني. ومن بين المشاريع التي أسندها المجلس مشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بنيابة الجبل الأخضر بولاية نزوة بمحافظة الداخلية، وتوفير فنيين لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى السلطاني. كما تم اعتماد عدد من العروض الفنية للمشاريع، من أهمها مشروع ازدواجية الطريق عبر ينقل المرحلة الثانية بمحافظة الظاهرة، ومشروع تقديم الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة بميناء صلالة بمحافظة ظفار. ترأس الاجتماع معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات.
ناقش ملتقى كود البناء الخليجي الذي استضافته السلطنة هذا الأسبوع عدة مواضيع، من بينها إصدار الرمز الموحد للبناء في دول مجلس التعاون وتوحيد القوانين والنظم الفنية والعلمية والإدارية في مجال البناء والتشييد. كما ناقش الملتقى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي. استعراض قرارات المجلس الفني ذات العلاقة بكود البناء الخليجي وتوصيات الاجتماع الخامس للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، وكذلك استعراض الرابط الإلكتروني ومناقشة الدعم المالي للمشروع أبرز مناقشات ملتقى كود البناء الخليجي الذي تستضيفه السلطنة. ملتقى الحقيقة يأتي في الحقيقة في مرحلة نحن نحتاج إلى تصحيح أوضاع البناء، سيما وأن دول الخليج تشهد نهضة عمرانية كبيرة في هذا المجال، مجال البناء والتشييد والطرق وفي مجالات السلامة والمباني الخضراء. حقيقة كود البناء يحتوي على مواصفات ومعايير واشتراطات أساس الأمن والسلامة والصحة للمواطن حقيقة ولرفاهية المواطن الخليجي في هذا المجال. كما ناقش الملتقى أيضا تقارير اللجان الفنية واستعرض توصيات المنتدى الثاني لكود البناء الخليجي، وكذلك تنظيم المنتدى الثالث بالإضافة إلى إنشاء فرق مساندة للجان الفنية. الحقيقة في جدول أعمال يضم كثير من المواضيع، هي من ضمنها استعراض قرارات المجلس الفني ذات العلاقة بكود البناء الخليجي، واستعراض ما تم مناقشته في اللجنة الفنية الاستشارية، وتقارير اللي تم استعراضها من قبل اللجان الفنية لكود البناء الخليجي. إن شاء الله نتوقع أن تكون قرارات جيدة، قرارات تخدم العمل الخليجي المشترك فيما يخص كود البناء الخليجي. ويعد مشروع كود البناء الخليجي من أهم المشاريع الفنية الهادفة للارتقاء بالعمل الهندسي في منطقة الخليج، ومن المؤمل أن يعزز التواصل الفني والتقني في قطاع الإنشاء والبناء، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري وتناقل الخبرات والخدمات في هذا المجال بين دول الخليج، كما سيشكل إحدى اللبنات الهامة في بناء السوق الخليجية المشتركة. طبعا سلطنة عمان ما شاء الله تشهد نهضة عمرانية كبيرة، ونحن الحقيقة من أول ما ندخل لهذا البلد لهذه السلطنة الكبيرة الحقيقة نشعر بفخر واعتزاز بهذه النهضة وبهذه الرؤية الحقيقة القوية في بناء هذا الوطن. ويعتبر كود البناء الخليجي ضرورة ملحة للمجتمعات على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته، وهو يحقق أعلى مستوى من الجودة في المباني ويرفع من أدائها وكفاءة استخدامها، ويحرص على ترشيد الطاقة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء والمستدامة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وغيرها. خلال مشاركتها في معرض النقل البحري باليونان، نجحت شركة عمان للحوض الجاف في الحصول على ترخيص جي تي تي الخاص بإصلاح ناقلات الغاز العملاقة. وقع الاتفاقية من جانب السلطنة سعادة الدكتور الشيخ عبد الملك الهناي المستشار بوزارة المالية رئيس مجلس إدارة الشركة، فيما وقعها عن جانب الشركة الفرنسية المدير التنفيذي للشركة. يذكر أن الشركة قامت بإصلاح أكثر من 245 سفينة من مختلف الأحجام منذ تدشينها في العام 2011، من بينها 50 سفينة يونانية مع إدارة دانيكوم للسفن. وفي الوقفة التالية نقدم لكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها لكم في هذا البرنامج. We'll be right back.
مجمع تلال أول مجمع متعدد الاستخدامات بالسلطنة. حدائق معلقة. مكاتب. ومسقط جراند مول. مدينتك في قلب العاصمة. في الملف المحلي تتابعون التوقيع على الاتفاقيات وأعمال تصميم لخمسة مستشفيات جديدة، ومعرض رسالة الإسلام من عمان في نسخته 46 يحط رحاله في مدينة كيوتو اليابانية، وهنالك موضوعات أخرى، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. اعتمد مجلس الدولة في جلسته العادية الثامنة تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين التي شملت 6 مواد مع إضافة مادتين من أصل القانون. كما اعتمد المجلس تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، وشملت التعديلات أحكام 3 مواد وإضافة مادتين جديدتين من أصل القانون. هذا بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال والتي جاءت في 14 مادة مع إضافة مادتين جديدتين من أصل القانون. ترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس. ناقش مجلس الدولة ملامح استراتيجية تطوير منطقة الضخم الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال استضافته معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالضخم. وناقش المجلس أهمية الاهتمام بالمورد البشري تأهيلا وتدريبا وتوظيفا ليأخذ موقعه الملائم في إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي الهام. وأكد رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجود تحديات في برنامج الانفاق الحكومي، موضحا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الإضافية اللازمة في الخطة الخمسية التاسعة. ترأس الجلسة مع الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة. أكد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على عمق الأواصر التاريخية بين المنطقة العربية والصين، وذلك خلال مشاركة السلطنة في الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد في العاصمة الصينية بكين. وبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية،
فضلا عن تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومتابعة سير تنفيذ برنامج العمل للمنتدى ومناقشة الأمور الأخرى التي تهم الطرفين. وشهد المنتدى اعتماد البرنامج التنفيذي والخطة التنموية العشرية، كما شهد كذلك توقيع خطة عمل بشأن التعاون في المجال الصحي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة بجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة التعاون في مجال مكافحة التصحر. وقعت وزارة الصحة على عدد من الاتفاقيات لتقديم الخدمات الاستشارية لأعمال التصاميم والإشراف لخمسة مستشفيات جديدة، وذلك في إطار توسيع مظلة الخدمات الصحية في السلطنة بما يتواكب مع معدلات النمو السكاني. وقع الاتفاقيات مع الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. خمس اتفاقيات وقعتها وزارة الصحة مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم الخدمات الاستشارية لأعمال التصاميم والإشراف لإنشاء خمسة مستشفيات جديدة، هي السويق بمحافظة شمال الباطنة، وخصب بمحافظة مسندم، والنجاة بمحافظة شمال الباطنة، وسمائل بمحافظة الداخلية، والفلاح بمحافظة جنوب الشرقية. مستشفى السويق، مستشفى خصب، مستشفى النجاة ليخدم ولايتي لواء وشناص، مستشفى الفلاح ليخدم ثلاث ولايات في جنوب الشرقية، ومستشفى السمائل أيضا. علاوة على المشاريع التي تم توقيعها هذا اليوم، هناك عدة مشاريع أسندت إلى شركات، ألا وهي مستشفى صحم ومستشفى النماء. في الطريق أيضا بإذن الله سيتم الإعلان قريبا عن مستشفى مسقط العام، تم الانتهاء من إعداد المكونات لهذا المستشفى. فيما يتعلق بالمشاريع الأخرى، هناك أيضا 17 مركز صحي تم الانتهاء من مكوناتها. هذه المشاريع الصحية تأتي تلبية للاحتياجات المستقبلية في القطاع الصحي بما يتوافق مع معدلات النمو السكاني وما يتطلبه من ضرورة التوسع في الخدمات الصحية بالسلطنة، مع التأكيد على مراعاة الجودة والمعايير الدولية. هناك تساؤلات كثيرة حول المشاريع ووزارة الصحة ولماذا التأخير؟ التأخير لدينا عدة أسباب. الأولى طبعا كما يعلم الجميع أن أغلب المؤسسات الصحية في السلطنة الحالية صممت في بداية التسعينات وتم الانتهاء من بعضها قبل نهاية التسعينات، لذلك ربما هي كانت الأنسب في ذلك الوقت لتقديم الخدمة المتوفرة في حينه. ولكن بعد النظر إلى مكونات المؤسسات الصحية على المستوى العالمي الحالية، شكلت لجنة بديوان عام الوزارة عكفت خلال سنة على دراسة النمطية الصحية، ووضعت تصورات للمستشفيات والمؤسسات الصحية المستقبلية لكي تكون مرنة للتوسعة. وستشمل هذه المستشفيات بنوعية خدماتها وتعدد أقسامها وعياداتها نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية الحكومية بالسلطنة. تأجيل زيارة الأماكن المقدسة لهذا العام وخاصة كبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة، هذا ما دعا إليه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. المواطنين المتقدمين بالعمر والذين لديهم أمراض مزمنة وأيضا صغار السن، بقدر الإمكان تأجيل زيارة الأماكن المقدسة هذا العام نظرا لانتشار المرض ووجوده في المملكة العربية السعودية وطبعا عدة دول أخرى. ولكن ما أحب أطمن الجميع أنه إلى الآن ولله الحمد لم يتم رصد إلا حالتين. هناك طبعا أمراض التهابية أخرى، ألا وهي ما كان يسمى بإنفلونزا الخنازير، وأصبح جزء من منظومة الإنفلونزا الموسمية. تم رصد 82 حالة الشهر الماضي وتمت بعض الوفيات من هذا المرض أيضا. بهدف إبراز نهج التعايش والتسامح في العالم انطلاقا من رسالة السلطنة الرامية إلى التعريف بأهمية هذا النهج ونقل التجربة العمانية العريقة عبر تاريخها الممتد منذ آلاف السنين، نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية معرض رسالة الإسلام من عمان في مدينة كيوتو اليابانية، وهي المحطة 46 للمعرض. السلطنة من خلال هذا المعرض تسعى لنشر قيم التعارف والتفاهم والوئام بين البشر وضرورة السعي لتطبيق هذه القيم في المحافل الدولية، وتوجه دعوة لنشر رسائل السلام والنوايا الحسنة لجميع الناس. رسالة الإسلام من عمان، معرض يحط رحاله في اليابان
حيث تحتضن جامعة دوشيشا في مدينة كيوتو المعرض متيحة الفرصة لطلبة الجامعة والكادر الأكاديمي وغيرهم للتعرف على رسالة الإسلام من خلال عدد من المعروضات التي ترجمت للغة اليابانية. ويأتي هذا المعرض بتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان. سعيدون جدا بإقامة المعرض هنا في جامعة دوشيشا اليابانية. هو أول معرض ينظم في اليابان، ونحن نحمل بين طيات هذا المعرض رسائل التسامح والتعايش والتفاهم بين الأمم والحضارات والشعوب والأديان. نعتقد أننا نشترك مع اليابانيين ومع الشعوب الصديقة بهذه الرسالة، رسالة الأخلاق الإنسانية الرفيعة التي نعمل جميعا على ترسيخها وتعميقها بين الشباب وبين جميع الفئات. حظي المعرض بإقبال لافت، حيث استمع الحضور لشرح واف عن أهداف المعرض والرسالة التي تم تنظيمه لأجلها، والتي منها زيادة الوعي والمسؤولية تجاه نشر التسامح بين جميع شعوب العالم، ونبذ التطرف والتعصب على أساس ديني، الأمر الذي لاقى استحسان الزوار للمعرض. مكان الزيارة في جامعتنا دوشا، في هذه اللقاء في معرض مهم جدا ليقوم في يابانيون الإسلام صفة عامة في أمان صفة خاصة. شكرا جزيلا على هذا المعرض الطيب الذي نال إعجاب اليابانيين. وأهم شيء أن التقاليد والعادات والأخلاق والقيم الإسلامية تتوافق تماما مع ما هو لدى اليابانيين، ومن هنا حقق هذا المعرض بمشيئة الله يعني نجاحا فائقا. وهذه الليلة الجميلة لم نشهدها من قبل في الواقع. شكرا لكم جزيلا. أمال كبيرة يحملها المعرض لنشر رسالة الإسلام الداعية للتسامح واحترام الآخر من خلال رحلة لزيارة عديد المدن حول العالم للتعريف بهذه الرسالة. بالنسبة إلي هنا كوني عشت بكيوتو صار لي 3 سنين، والحين هذه السنة الرابعة، لاحظت أنهم في تطور، يعني كل سنة في نشاطات جديدة على أساس أنهم يستقبلوا المسلمين. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل علي بن محمد صعر مقابلة خاصة مع الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية. كل الشكر لكما لجينا وخلفان، وأهلا بكم مشاهدي ومتابعي برنامج عمان في أسبوع عبر تلفزيون سلطنة عمان، وأيضا للمستمعين عبر إذاعة صوت عمان. ها نحن ذا اليوم في المدينة اليابانية كيوتو، خصوصا أو بالتحديد في جامعة دوشيشا، للاقتراب من تفاصيل معرض رسالة الإسلام من عمان، وللولوج إلى تفاصيل هذا المعرض لدينا الدكتور محمد بن سعيد المعمري مستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية المشرف العام على المعارض الخارجية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ علي. دكتور، ونحن الآن نحتفي بالمحطة 46 من محطات معرض رسالة الإسلام وهنا في اليابان، ما سبب اختيار اليابان لتكون هي المحطة 46، وأيضا ما هي الأهداف المصاحبة لهذا المعرض؟ معرض رسالة الإسلام مشروع متنقل لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نحاول من خلاله أن نوصل رسائل عالمية للعالم في التعايش والتفاهم والتسامح والمسؤولية المشتركة والتركيز على القيم الإنسانية الرفيعة وعلى ما يؤلف بين العالم ويجعل الأرض كلها مكانا أفضل للعيش لهذا الحاضر وللأجيال المستقبل. ومحطة اليابان جاءت استمرارا لنهج الانتقال بين عواصم العالم للتركيز على هذه الرسالة وإيصالها لأكبر قدر ممكن من الناس. دكتور، بعد أن تحدثنا عن المحطة 46 هنا في اليابان، دعنا نذهب إلى المحطات القادمة. لديكم أعمال وخطط للاقتراب من تفاصيل مونديال كأس العالم القادم، وأيضا معرض التسامح الديني الذي سيقام في الفترة القادمة. لو نذهب إلى هذه التفاصيل ونتحدث عنها بشيء من الإيجاز. نعمل على ذلك بشكل مكثف، وذلك من خلال استغلال هذه المناسبات العالمية التي يمكن من خلال الوصول إلى عريضة وشريحة أكبر من الجماهير. فمونديال كأس العالم الذي سيقام في البرازيل خلال الفترة القادمة فرصة مناسبة لإيصال رسائل الأخلاق والتعايش والتفاهم والتسامح بين الأمم والحضارات والشعوب، وكذلك اليوم العالمي للتسامح الذي خصصته الأمم المتحدة والذي يصادف
السادس عشر من نوفمبر من كل عام، هو كذلك مناسبة طيبة من أجل الوصول إلى المهتمين وإلى العالم بإيصال هذه الرسائل التي تود سلطنة عمان نقلها للعالم. ختاما دكتور، تتعدد المحطات، أنتم الآن في هذه المحطة ولديكم أيضا محطات قادمة مثل ما ذكرت في مونديال كأس العالم وأيضا المعرض واليوم العالمي للتسامح، ما هي الخطط القادمة لإثراء هذه الرسالة، رسالة الإسلام لعمان، من خلال إدخال بعض الأمور التي قد تجذب الزائر للمعرض وأيضا تحبب بهذه الرسالة، رسالة الإسلام من عمان؟ من خلال تجربتنا في معرض رسالة الإسلام في المحطات السابقة لمسنا ضرورة إدخال أشياء فنية ومدخلات فنية للمعرض من أجل الوصول إلى قلوب المشاهدين وقلوب الزوار، فأدخلنا بعض الفنون الجديدة على المعرض من كفن الرسم على الرمل وفن الظلال وفن الكتابة على الماء والتصوير الفوتوغرافي والرسم وكذلك يعني مقاطع الفيديو وغيرها، فكل هذه خامات جديدة ستكون في المعرض بالإضافة إلى اللوحات الفنية والفيلم الوثائقي والكتيب الذي يصاحب المعرض بعشرين لغة. ختاما دكتور، كل الشكر لك على هذه السانحة وهذه الدقائق التي يعني أكرمتنا بها، ونتمنى أن يكون اللقاء أيضا هكذا مثلي للمشاهد وللمستمع، فكل الشكر لك الدكتور محمد بن سعيد المعمري مستشار بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كل الشكر لك. إذا مشاهدينا، كانت هذه زاويتنا من هنا من جامعة دوشيشة للاقتراب من معرض رسالة الإسلام من عمان والحديث عن هذا المعرض. تفعيلا لمشروع النظام الوطني للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة، نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية حلقة العمل الثانية في مجال دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة. الحلقة تنظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، وتسعى لتعريف الجهات المعنية في السلطنة بالإجراءات المطلوبة وتحديد مسؤولياتها وتنظيم جهودها في حال حدوث أي طارئ. الموقع الجغرافي للسلطنة وانفتاحها على بحر العرب والمحيط الهندي يجعلها عرضة للأجواء المناخية الاستثنائية. النظام الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة خطوة نحو وضع آلية تهدف إلى توجيه المجتمع والجهات المعنية للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية قبل حدوثها. يجب على الجهات المعنية في السلطنة التعرف على الإجراءات المطلوبة من جميع الجهات لكي تأخذ الجهود جميعا، وكل جهة بتعرف إيش هي مسؤولياتها لو لا سمح الله حدث عندنا موج سونامي. النظام يتبع سلسلة من الإجراءات التحذيرية لتوزيع وبث رسائل الإنذارات إلى السكان من خلال العديد من القنوات الرسمية والمعنيين ممن لديهم مسؤوليات تنفيذية أثناء الحالات الطارئة. اجتمعنا في هذه الورشة بهدف وضع عملية تنسيق وتناغم بين دليل الإجراءات التشغيلية لكل جهة من هذه الجهات وربطها بالدليل الإجراءات التشغيلية الموحد للنظام الإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، بحيث أن لما يصدر الإنذار من الهيئة العامة للطيران المدني كل جهة تكون عارفة مسبقا إيش خطة إجراءاتها للتعامل مع هذا الإنذار. إنه من المهم جدا لأي نظام إنذار مبكر للتسونامي وجود برنامج تدريبي، لأن التسونامي لا يمكن توقع حدوثه ولا توجد أحداث حقيقية للتسونامي، لذا نحتاج إلى تمارين لجميع الكوادر العاملة في أنظمة الإنذار المبكر. حلقة العمل ناقشت كيفية التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية باستخدام أفضل الطرق العلمية، وعند تطبيق النظام على أرض الواقع سيسهم في مراقبة المخاطر والتغيرات الجوية المتوقعة والإنذار بها، مما يقلل من الخسائر المحتملة. هذا وأكد عبد الرحيم بن سالم الحرمي مستشار وزير النقل والاتصالات أن تفعيل مشروع النظام الوطني للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة يأتي في إطار استفادة السلطنة من تجاربها السابقة مع الأنواء المناخية. من الخبرة اللي مرينا فيها وخصوصا صار جونو وفت، يعني السلطنة تعلمت كثير، مش فقط
مجال الأرصاد الجوية، لكن جميع الجهات الحكومية تعلمت منها الطرق. تم تغيير مخارج الأمطار، تم توسعة مخارج الأمطار. بالنسبة للمطار على سبيل المثال، كان هناك في يعني بناء تحت الأرض، ولكن بسبب جونو والفيضانات اللي حدثت في ذاك الوقت تم تغيير المخطط كليا، وأصبحت المباني فوق الأرض بدل ما تكون تحت الأرض. كان في المفروض يكون تانل أو نفق يربط المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية بالمرحلة الثالثة، فهذا المشروع كله تغير، وهذا التعليم أو الدراسة اللي خذيناها من جونو. طبعا لما جفت كان لنا خبرة سابقة بجونو، ففت تأثيره كان أقل. حصلت السلطنة على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تحتضنها مدينة جنيف السويسرية، والتي اختتمت أعمالها يوم أمس الخميس بمشاركة دولية واسعة. وحصل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية على الجائزة عن فئة بناء الثقة والحماية في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات. وشاركت السلطنة بوفد رسمي برئاسة الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية في السلطنة. وتضمنت مشاركة السلطنة في أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات حضور مجموعة من حلقات العمل والاجتماعات التي ستركز في هذا العام على توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية. كشفت التنقيبات الأثرية التي قامت بها وزارة التراث والثقافة بنيابة سناو في ولاية المضيبي عن مكتشفات أثرية تعود إلى 2300 سنة، أبرزها قبر به رفات رجل دفن معه سيف يبلغ طوله 88 سنتيمترا، بالإضافة إلى خنجرين أقرناهما من العاج ورداء وقبعة من الصوف. أعمال المسح التي تمت بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التراث والثقافة والنقل والاتصالات كشفت أيضاً عن مئات المقابر الأثرية التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة منتشرة على مسافة 100 كيلومتر، حيث تم تنفيذ حفريات إنقاذية لخمسة وثلاثين قبراً واقعاً على مسار مشروع طريق سناو محوت الدقم الجديد بحوالي 22 كيلومتراً جنوب نيابة سناو. وتعمل وزارة التراث والثقافة على صيانة وترميم هذه الأسلحة، بالإضافة إلى إعادة بناء نموذج لهذا القبر النادر في المتحف الوطني المزمع افتتاحه مع نهاية هذا العام. وشهد هذا الأسبوع فعاليات محلية متنوعة نجزها لكم في الفقرة التالية.
مجمع تلال، أول مجمع متعدد الاستخدامات بالسلطنة. حدائق معلقة، مكاتب، ومسقط جراند مول. مدينتك في قلب العاصمة. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع والتي قدمناها لكم من منتجع أليلة بالجبل الأخضر. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق البرنامج والمخرج محمد المحروقي. في أمان الله. إلى اللقاء.